هنتابع محطاتنا ومثل العادة بهالوقت بلا جمرك مساحة حرة لحتى أنتوا تعبروا عن رأيكم. إذن في ناس بيعبروا عن رأيهم بالكلام وفي ناس بيعبروا عن رأيهم بالعزف، وهذا الشيء اللي اليوم معنا بشير رمضان لحتى يخبرنا عنه أكثر، وأكيد عن رأيه بالعزف كاحتراف وكمهنة. بشير صباح الخير. صباح النور. أنت شاب عمرك 24 سنة، بدنا نتعرف أكثر قديه صار لك بتعزف وقديش أثر العزف كمان عليك، يعني من وقت اللي كنت يمكن مع أهلك، يمكن قديش بده وقت لأن واحد لحتى يطور مهاراته. في ناس في ناس بيكونوا بالمقابل عم بيتعلموا معك كمان هن لحتى يسمعوا هالأصوات. هلا مبدئيا صار لي تقريبا 12 سنة بدأ، وأكيد بلشت من فترة كتير طويلة يعني. وبلشت أول شيء إنه كنت بس it was just a hobby يعني. وهلا عبال يعني شوي شوي عم بدي إياها الدرامز هي تكون كمان مثل كارير عندي، حد إنه يعني شغل، يكون عندي شغل، يكون عندي كمان كارير بالموسيقى بنفس الوقت. انت هلا شو عم تعمل؟ بس عم تعملها بعدك هوايه ولا؟ هلا هي هوايه اكيد، بس اكيد ان بارلل عندي شغل وخريج جامعه، سو دائما في شيء انه يكون ثابت يعني، لانه الميوزك دائما هون بلبنان خاصه ما بتطلع كثير، انه ما في واحد يطلع خبز منها يعني.
طب خلينا نشوف كمان صفحتك على على اليوتيوب، لانه انت كمان بتعبر عنهم اكثر وبتصير بتعرضهم امام كل الناس كمان على السوشيال ميديا. بنشوف اليوتيوب رح نشوفهم بس اللينك على على الهواء. واكيد انا لحتى اعطيك بس شوي وقت لحتى تتنفس شوي لانك تعبان من بعد العزف. كمان هون لما واحد يعني بنقول عم بيعبر عن رايه، قديش واحد عن جد بيعبر عن رايه بالموسيقى؟ هي انه درامز اول شيء فشت خلق يعني، واكيد بتعبر كثير عن مثل ما غير انسترومنتس بيعبروا على على عن الواحد شو عم بدق يعني. اكيد سو درامز هي اكثر شيء يمكن فشت خلق اكثر لانه فيها خبيط اكثر اذا بدك تقولي. بس انه كل انسترومنت عندها طريقتها بال ان بلاينج ان اكسبرشن يعني اكيد. ايه كيف واحد بيعبر عن حاله صح فيها. صح. انت ليش اخترت الدرامز بالتحديد؟ يعني نقيت قبل يعني عزفت على غير الات ولا دغري كانت درامز اول وحده؟ ما كانت درامز اول شيء، جربت اول شيء جيتار وما كثير حبيت يعني صراحه، بس بعدين انه بلشت عم بسمع موسيقى ودائما حب انه اسمع درامز سو تعلمت شوي ولحالها يعني بلشت انه بلشت اخذت شويه كورسز فور لايك 3 اشهر بعدين كملت لحالي سو شوي شوي. وهلا ام تيتشينج يعني درامز صرت. اوكي. ام تيتشينج بالانجام ميوزك سكول و درام سكشن اتس جوينج جود يعني، وشوي شوي عم اي اعمار عم بتعلم؟ هلا بيختلفوا الاعمار لانه في 10 years to عندي تقريبا till 24 اها يعني من عمري تقريبا مقسمهم يعني اكيد كمين. اكيد واتس وان اون وان بيسز يعني دائما بيكون مش انه صف في 4 5 عم بعطي صف، لا دائما الكور بيكونوا انه مع شخص واحد بس لما بتعلمهم. طب انت اليوم بدك تجي تقول رساله للشباب عن موضوع العزف وعن موضوع احتراف العزف كمان واعتباره مش بس هوايه انما ايضا مهنه، شو بدك تقول لهم اليوم؟ انه اذا بدها تكون مهنه لازم دائما يكون في مهنه ثانيه حتى واحد يقدر يسند عليها حتى يقدر يعطيها اكثر للانسترومنت. يمكن هيدي المهنه يكون يطلع منها يقدر يصرف على الانسترومنت اكثر او يطور حاله اكثر كميوزيشن، وهي اكيد ضروريه كهون بلبنان لانه ميوزك لحالها هون ما يعني واحد ما في ياخذها بس كمهنه لانه كمهنه ما كثير منها كثير ثقيله مثل ما بيقولوا. سو هي انه لازم دائما يكون في باك اب يعني اذا واحد عم كثير سيريس بالميوزك لازم دائما يكون في بلان بي اللي هو شهاده جامعه او شغل ثابت يعني، وهي لحتى واحد يقدر يسندها يعني مثل ما قلت. وكمان دخولك على عالم وسائل التواصل الاجتماعي يعني على السوشيال يعني ميديا على اليوتيوب وغيرها. دائما اليوتيوب الفيديوز اكثر شيء بيعطوا بوست يعني مشان الميوزيشن لانه الفيديوز اكثر شيء بيفرجوا انه شو الواحد شو القدرات تبعه على على الدرامز على الجيتار على البيس كل هالخبريات. سو كمان فيسبوك يعني واحد اذا عنده بيج او اذا عنده دائما بيعطوا بوش يعني هي اكيد هي انه اتس جود تو هاف ات يعني. صعب الدرامز كثير؟ نو لا لا اتس يمكن اهون بكثير من الجيتار وهيك بس انه هذا رايي يعني ما بعرف. بدنا نسمع بعد شيء ثاني. اوكي يلا لحتى نختم الفقره في سوا. شكرا كثير بشير واهلا وسهلا فيك اليوم معنا واكيد لحتى يتعرفوا عليك مثل ما كان عم يمرق معنا الفيسبوك بيج واليوتيوب كمان لحتى يقدروا يحضروا الفيديوز اللي بتحطهم دائما. اكيد شكرا كثير حيكون في اكثر كمان. اكيد اكيد تفضل.